السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطوير الفعالية التدريبية اللي تكون على شكل تمارين الربط لأداء فني بدني سهل، قلنا أحد الأخوة الكريم قال زيادة الصعوبات في الفعالية، قلت نعم، إنه أنت ذا تريد تطور هذه الفعالية وضيف لها يعني 3 دقائق الأولى أو 4 دقائق الأولى راحة ثم 4 دقائق ثانية ضيف لها شيء، أما بدني أو فني ثم راحة ثم 4 دقائق ثالثة 3 دقائق ثالثة أحسن شيء 3 دقائق ثالثة تنفيذ بسرعة، ضيف لها شيء يختلف عن الإضافة السابقة. فالإضافة السابقة إذا ضفت لها بدني ضيف للإضافة الثانية فني وبالعكس، بسيطة يعني أشياء بسيطة. الأكثر مستوى من هذا أنه الإضافة الثالثة ضيف لها فني وبدني بغض النظر عن الإضافة الأولى اللي ضفتها للمحاولة الثانية، يعني ارتفاع بمستوى الأداء الفني بس مو أكثر ولا أقل. مثلا تمارين يعني رغم بساطتها أخواني أبنائي رغم بساطتها لكن بها يعني بها الكثير من التدريب. 4 مجاميع وعندي مدربين مجهزين، عندي كرتين بس ويشتغلون اللاعبين. مدرب يمرر للاعب رقم 1 الأول، شوف هذا المدرب مرر للأمام، هذه أريدها أنا يعني المدرب يضع بالاعتبار لا تقل عن 15 ياردة. نفس الشيء المدرب هنا مرر الكرة بنفس الوقت، شوف مرقبة هذا راح يركض سريع 15 ياردة ويلعب بالوان تاتش إلى 2، نفس الشيء هنا نفس الشيء يركض سريع 1 ويلعب إلى 3، زين يكون التمرين زين. بعد أن يلعب 1 يركض زاوية سريع هارولة، نفس الشيء يركض زاوية علامة على بعد 15 ياردة بعدين هارولة مسافة خلي تكون 15 ياردة أخرى 20 ياردة ما في مشكلة، ريكفري يصير عنده. فالمدرب 1 كرة وين راحت؟ راحت إلى المدرب، شوف وين إجت؟ إلى المدرب هذا. وكرة اللاعب 4 راحت إلى مدرب لهذا المدرب، فتناقلت تبدلت الكرات، هذه الكرة بعد الأداء جت هنا هذا المدرب وهذه الكرة راحت لهذا المدرب. حركة رقم 6 يكون التمرين مستمر، استمر 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 وهكذا 3 دقائق. أنا جيت لي مبدئي اللي أقول لك عليه اللي طلب أحد الأخوة أن أجيب عن السؤال هذا، أريد أزيد من التحدي أمام اللاعبين، أضيف شيء يعني بدني فني أدوات أي شيء آخر، فأنا ما أروح للأدوات أريد أبقى في نفس الفعالية هاي، فضفت دحرجة شوف هذا. فالمدرب يلعب إلى 1 و2 وهذا المدرب يلعب إلى 4، اللاعب يهاجم الكرة ما يلعب مباشر كما بالفعالية الأولى، هناك يلعب مباشر هنا ما في مباشر، هنا يلعب يستلم الكرة يدخرج 20 ياردة يمر لهذا اللاعب، اللاعب وين يمرر؟ يرجعها الكرة للمدرب، واللاعب هذا 1 انطلق سريع للكرة دحرج الكرة سريع لعب الكرة إلى 3 وانتقل إلى علامة على بعد 15 سريع ثم هرولة، نفس الشيء تمرين ويتبادلون اللاعبين واجب. آية 2 3 أنت شنو رأيك بالثلاثة؟ شو نضع إحنا في هذه الفعالية من أجل أن نزيد؟ أنا برأيي الدحرجة تعتبر فني بدني، أضيف فني لأن التركيز على الفني هو غايتي بهاي. فاللاعب بعد الدحرجة هنا وبعد الدحرجة هنا يلعب مناونة هات وخذ أو جدارية، فاللاعب يعطي 3-3 ما يعطي للمدرب وإنما يرد الكرة وين؟ لأن راح يكون سريع اللاعب 1 يرد الكرة
أسفل العلامة هنا، فهذا للكرة يرد الكرة لثلاثة ثلاثة يرد.